الفراش. هذه الحشرة الصغيرة تؤرق الحكومة الفرنسية، فالحشرة انتشرت بشكل كبير حتى وصلت إلى العاصمة باريس، وشهدت في السينمات ووسائل المواصلات وغيرها. فتعهدت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الانتشار. بقى الفراش حشرة بحجم بذرة التفاح، قد تستخدم الأمتعة للتنقل. إذا تعرضت للدغ فيجب وضع كمادات باردة والاغتسال وعدم حك الجلد. أما إذا أردت التخلص من البق في المنزل فعليك بخدمة مكافحة الأفران. وينصح أيضاً بغسل الفراش والملابس على درجة حرارة 60 أو أكثر، ووضع الملابس المتضررة في الثلاجة بعد تغليفها بالأكياس البلاستيكية، وتنظيف المنزل في المكنسة الكهربائية.